السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتميز في بيتنا مدرسة. حب النهاردة أرحب بشبابنا الصاعد الواعد المنتقل حديثا من مرحلة التعليم الإعدادي إلى مرحلة التعليم الثانوي الصناعي، اللي هو ليه شرف ان هو اتقدم واتقبل الملف بتاعه في التعليم الصناعي. واتكلمنا في الحلقات السابقه من برنامجنا، اتكلمنا على التعليم الصناعي وقلنا فيه تخصصات كتير، من ضمن التخصصات اللي هو التعليم الصناعي اللي هو تخصص العماره. تخصص العماره ده في داخل تخصص العماره في 6 اقسام. ال6 اقسام دولت حبيت بحب ان انا افكركم واذكركم بيها. في عندنا قسم الاعمال الخرسانه المسلحه، في عندنا قسم اعمال المباني، في عندنا قسم اعمال التشطيبات، وفي عندنا قسم اعمال شبكات المياه والصرف الصحي، في عندنا اعمال النحت، وفي عندنا اعمال النجاره. النهارده ان شاء الله شبابنا كلامنا مع شبابنا المرشح واللي تم اختيار ملفاته ليه ان هو يكون سعيد الحظ ان هو يكون معانا في تخصص اعمال البناء الصف الاول. هنحب النهارده نتكلم في حلقتنا تمهيديه كده، هنبسط لك المواد وهنعرفك المواد اللي حضرتك هتدرسها ان شاء الله طول العام الدراسي، وان شاء الله هنوضح لك المواد اللي انت هتدرسها ايه. في عندنا 3 انواع او 3 أجزاء من المواد بتاعتنا. في الجزئية الأولى اللي هي المواد الثقافية زي ما أنت عارفها من الابتدائي والإعدادي، بس بيضاف عليها بعض المواد. في عندنا مادة اللغة العربية، في عندنا مادة اللغة الإنجليزية، في مادة الكيمياء والفيزياء، في عندنا مادة الدراسات، في مادة التربية الوطنية، في عندنا المواد الثقافية التربية الدينية. دي بالنسبة للمواد الايه الثقافية، يبقى عربي وانجليزي ورياضة وفيزياء وكيمياء، تمام، وتربية ايه دينية. ده بالنسبة للشق الاولاني اللي هو الايه المواد الايه الثقافية. طب تعالى بقى نبص على اللي هو التخصص بتاعنا وعصب التخصص بتاعنا، المواد الفنية. المواد الفنية دي يا شباب اللي هي عندي مادة مبادئ الرسم الفني، مبادئ الرسم الفني، وعندنا مادة تكنولوجيا أعمال البناء، وفي عندنا مادة الأمن الصناعي، وفي مادة الايه الحاسب الآلي. يبقى كم مادة حضرتك بتدرسهم في عصب التخصص بتاعك اللي هي المواد الفنية؟ عندي مبادئ رسم، وعندي مبادئ أو مادة تكنولوجيا أعمال البناء، في عندنا مادة الأمن الصناعي، في عندنا مادة اللي هي مادة الحاسب الآلي، تعلمك ازاي تتعامل على الحاسب الآلي، تمام، وتعمل شغلك على الحاسب الآلي من بداياته من الألف لغاية ما توصل لبرنامج الأوتوكاد، إزاي تعرف ترسم على برنامج الأوتوكاد. طيب بعد دوت في الشق الثالث اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الايه الناحية العملية، التدريبات العملية. يبقى احنا عندنا في التخصص ثلاث أجزاء، الجزء اللي هو الثقافي، المواد الثقافية، المواد الفنية، المواد الايه العملية او التدريبات العملية. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض كده هوت سلسلة حلقات هنتكلم فيها على المواد اللي حضرتك هتدرسها، المواد الفنية، ايه مدى الاستفادة منها، هتذاكرها ازاي، ايه الهدف من دراستها، تمام. تعالى مع بعض كده هوت النهاردة هنتكلم بس عن مادة واحدة من المواد بتاعتنا اللي هي مادة مبادئ الرسم الفني. مادة مبادئ الرسم الفني هنتكلم فيها على العناصر الاتية. تعالى مع بعض كده نشوف مادة مبادئ الرسم الفني اللي هي أعمال البناء. أول حاجة هنتكلم فيها العناصر بتاعتنا مبادئ الرسم الفني أعمال البناء. أول عنصر هنتكلم على الهدف من دراسة المادة، أنت بتدرسها ليه المادة ديت. العنصر الثاني المحتوى الدراسي للمادة، المحتوى اللي حضرتك هتدرسه طول العام الدراسي من الترم الاولاني او الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الايه الثاني. المحتوى الثالث او العنصر الثالث كيفيه مذاكره الايه الماده. تعالى مع بعض نمسك اول عنصر اللي هو الهدف من دراسه الماده، انا بدرسها ليه، بستفاد منها ايه او هستفاد منها ايه.
اول حاجه يا شباب، الهدف من دراسه الماده ديت احنا عندنا في التخصص بتاعنا، تمام، مش مجرد ان احنا هنقعد نتكلم على الماده بس ونمتحن فيها، لا، حضرتك بتتاسس فيها عشان حضرتك تبدا بيها سنه اولى، تكمل بيها سنه تانيه، تطلع بيها سنه تالته. الثلاث صفوف مكملين لبعض، مش هينفع ان انت تهمل سنه اولى، ما تهتمش بدراسه السنه اولى وترجع بعد جوه تهتم بدراسه السنه تانيه، لا، ما ينفعش ان احنا نفوت سنه او نهمل سنه او ما نتاسس فيها، لا، الثلاث سنين مكملين لبعض. اول عنصر مع بعض او الهدف الاول معرفه الطالب الفني، انا بتكلم مع الطالب الفني، كيفيه استخدام ادوات الرسم، كيفيه استخدام ادوات الرسم، في عندي ادوات كتير، في عندنا ادوات الرسم ديت ادوات كتير يا شباب، زي ايه؟ زي عند القلم والرصاص، عند البرايه، عند الاستيكه، عند السلوتيب، عند لوحه الرسم، عندي المسطره الحرفتيه، عند اللي هي القلم والرصاص، عند مسطره القياس، عند المثلثات، البراجل، كل الكلام ديت، كل الكلام والادوات ديت، دي انا حضرتك بتستخدمها في ادوات الايه؟ الرسم. بس احنا مش هنتكلم على كل الادوات دي، في حضرتك عارف بعض الادوات منها مش محتاج ان احنا نقعد نضيع فيها وقت، مثلا حضرتك متعود على استخدامها عادي. احنا هنتكلم بقى على الادوات اللي هي الحديثه، اللي هي اول سنه السنه دي تمسك وتتدرب بيها وتشتغل بيها. الادوات اللي هي الجديده عليك زي ايه؟ زي ورق الرسم. ايه هو ورق الرسم؟ المواصفات اللي انا لما اروح اشتري ورق الرسم ده يبقى ورق الرسم دوت متوفر بالنسبه لي، تمام؟ ايه الخامات؟ الخامه بتاعته ايه؟ اشتريه ازاي؟ عند المسطره الحرفتيه استخدمها ازاي؟ استخداماتها ايه؟ كل الكلام دوت هنوضحه ونفسره لحضراتكم. العنصر الثاني، اكساب الطالب الفني بعض المفاهيم الاوليه البسيطه. ادي لك بعض المفاهيم اللي هي تبدا معاك بدايات ماده الرسم عندي، زي ايه؟ زي عندي مثلا تعريف النقطه، حضرتك عارف ان النقطه ديت نقطه بالقلم الرصاص، لا، ده معناها كبير في الرسم عندنا، مش مجرد ان انت بتحط نقطه كده بالقلم الرصاص في ايه؟ فعلى اللوحه في اي مكان، لا يا باشمهندس، ده ليها مصطلح، عندي فيه مصطلحات من ضمن المصطلحات ديت الخط واشكاله، الخط واشكاله واوضاعه بالنسبه ليه؟ للخطوط، علاقته بالخطوط ايه؟ الخط دوت انا عملته ليه؟ ايه الهدف منه؟ كل الكلام ده حضرتك هتتعلم في مادة الرسم في سنة أولى. الهدف الثاني اللي هو إكساب الطالب الفني بعض المفاهيم الأولية زي النقطة والخط وأنواعه وأشكاله. طيب، ثالث عنصر، تمكين الطالب الفني بعض المهارات في رسم الأشكال الهندسية البسيطة. بعد ما حضرتك عرفتك الأدوات اللي أنت هتشتغل بيها، بتشتغل بيها إزاي؟ بتستخدمها إزاي؟ تمام؟ هبدأ المرحلة الثانية أو الهدف الثاني من المادة، إن أنا بعرفك بعض المصطلحات اللي هنتعامل بيها. لما أجي أقول لك مثلا إيه، هنعمل نقطة، مثلا هنرسم خط أو هنرسم مستقيم، كل الكلام دوت ليه مصطلحات عندنا. طيب، بعد ما أعرفك المصطلحات ديت يا باشمهندس، الهدف الثالث من دراسة المادة إن أنا أبدأ أخليك تعمل عمليات هندسية، العمليات الهندسية البسيطة ديت بيكون باستخدام القلم الرصاص والمسطرة والبرجل، إزاي مثلا أنصف مستقيم أو أعمل إقامة عمود باستخدام البرجل، كل الكلام ده عمليات هندسية بسيطة، إزاي مثلا أقسم مستقيم لست مثلا أقسام متساوية، كل دوت باستخدام المثلث والمسطرة والبرجل، تمام؟ كل الكلام ده هنتعلمه مع بعض خطوة خطوة إن شاء الله. بعد ما بعلمك العمليات الهندسية البسيطة ديت، بنخش على حاجة يعني أتقل سنة، إزاي أرسم مضلع؟ المضلع دوت عندي مثلا إزاي أرسم سداسي أو أرسم خماسي؟ في عندي أنواع كتير من المضلعات، خماسي أو سداسي أو سباعي أو ثماني، إزاي أرسمه؟ بعد جدود بخش على المجسمات، اخليك ترسم بعد جدود الاشكال المجسمه. طب تعال نشوف العنصر الرابع او الهدف الرابع من دراسه الماده،
يتقن الطالب الفني مهارات قراءة وفهم الرسومات المعمارية والتنفيذية. يعني ايه الكلام ده؟ بعد ما خليتك ترسم العمليات الهندسية البسيطة اللي هي تعينك بعد جوات على الحاجات الكبيرة في الشغل، تمام، زي رسم العمليات الهندسية البسيطة، وزي ما علمتك ازاي ترسم رسم المضلعات باستخدام الادوات الهندسية فقط، تمام، وبعد كده دخلتك في رسم المجسمات. رسم المجسمات ديت عندي ممكن يكون منظور هندسي على زاوية 30، منظور هندسي على زاوية 45. ازاي اعلمك ازاي تعمل اسقاط لنقطة او لخط مثلا في ثلاث اوضاع، تمام، او ثلاث اشكال، ازاي الكلام دوت. هننتقل لمرحلة كبيرة شوية اللي هو الهدف من الناحية المعمارية، ازاي اخليك ترسم مشروع صغير زي حجرة، تمام، الحجرة دي هتطلع منها مساقط وقطاعات وواجهات. ازاي اعلمك ازاي تقرأ الرسمة بتاعتك، رسمة وهتقرأها، هو الرسم بيتقري، الرسم بيتقري، ازاي اعلمك تقرأ الرسمة دي بتتكون من ايه، وابعادها الداخلية، ابعادها الخارجية، ابعادها المحورية، ازاي تقرأ تشطيب الرسمة دي هتتشطب ازاي، او مثلا الحجرة دي هتتشطب ازاي. كل ده قراية للايه، للمشروع بتاعي. بعد كده هو تعالى ننتقل لعنصر تاني وهو المحتوى الدراسي. المحتوى الدراسي في الفصل الدراسي الاول ايه اللي انت هتدرسه في الرسم ده، عشان تبقى دماغك حاضره معايا من الاول، ماشيين على السيستم واحده واحده وخطوه خطوه. اول حاجه الباب الاول علمك ازاي، ايه هي ادوات الرسم الهندسي وكيفيه استعمالها. يبقى اول حاجه ادوات الرسم الهندسي وكيفيه ايه استعمالها. الباب الثاني المفاهيم الاوليه، كل المفاهيم المصطلحات اللي انت هتستخدمها في الرسم هتتعلمها في الباب الثاني. تيجي بعد كده يا باشمهندس الباب الثالث رسم الاشكال الهندسيه، رسم الاشكال الهندسيه والمضلعات والقطاعات المخروطيه والمجسمات الهندسيه الايه البسيطه. هنيجي على الباب الرابع وهعلمك ازاي ترسم منظور هندسي على زاويه 30 او زاويه ايه 45. نيجي على الباب الخامس الاسقاط العمودي على الثلاث مستويات. الثلاث مستويات دولت بيبقى عندي راسي وافقي وايه وجانبي، راسي وافقي وجانبي. طيب المساقط اللي حضرتك هتاخدها في الباب الخامس ديت، عندي مسقط لنقطه، اذا ادي لك نقطه مثلا اسمها الف، تطلع لي مسقط النقطة ديت في الرأس هتبان ازاي، في الافق هتبان ازاي، الجانبي بأبعادها بايه بأشكالها التلاتة. بعد كده هو تعلمك ازاي ترسم معايا مسقط خط مستقيم، مسقط خط مستقيم، او الخط المستقيم ده بيوازي او موجود في الرأس او موجود في الافقي او عمود على الافقي. كل الكلام ده هنعرفه في المصطلحات بتاعتنا وهنعرفه في الرسم، وازاي نرسم المساقط التلاتة لخط مستقيم. وهعلمك برضو ازاي ترسم المساقط التلاتة للأسطح، عند سطح مربع او سطح مثلا مثلث او سطح دائرة او سطح مثلا اسطوانة. كل الكلام ده الأسطح هعلمك ازاي ترسم لها المساقط التلاتة، هيبان سطح المربع ازاي في الرأس او هيبان في الافق ازاي او هيبان في الايه في الجانبي. بعد كده هو هعلمك اخر حاجة في المساقط، مساقط الاجسام، الاجسام الايه الهندسية، وعرفك الفرق ما بين السطح والجسم. السطح لما كنت شايف حاجة من فوق الوش ده بنسميها ايه سطح، اما انا لما اطلع لك حاجة شكلها مثلا من جميع الجهات او من زاويتين يبقى انا ده بسميه جسم. الجسم دوت يا باشمهندس ممكن يكون مكعب، ممكن يكون متوازي اضلاع، ممكن يكون منشور، ممكن يكون مخروط. كل الكلام ده حضرتك هتتعلمه معايا، ازاي يبان في الرأس وازاي يبان في الافق وازاي يبان في الايه في الجانبي. الراسي لما اكون شايف حاجه في الوش كدهوت بسميها ايه راسي، انا شايفها في الوش كدهوت بسميها ايه مسقط، مسقط ايه او من المستوى الراسي، المستوى الايه الراسي. طب لما ابص عليها من فوق لتحت كدهوت بسميها افقي. طب لما ابص عليها من الجنب كدهوت، جنب اليمين او الجنب الشمال، بسميها ايه
المسقط الجانبي، كل الكلام ده حضرتك هتتعلمه معايا في المساقط الايه التلاتة. تعال نشوف بعد كده المحتوى الدراسي بعد ما علمتك العمليات الهندسيه في الفصل الدراسي الاول. هنخش على الفصل الدراسي الثاني اللي هو عصب التخصص بتاعي، ازاي اعلمك بناء الحوائط بانواعها المختلفه. في عندي طريقه اسمها طريقه انجليزيه، ازاي اعلمك تبني حيطه بالطريقه الانجليزيه. ايه هي الطريقه الانجليزيه ديت؟ هنعرف واحده واحده ازاي تبني حائط بالطريقه الانجليزيه، وايه هي الطريقه بتاعتي الصف الطوب اللي انا بسميه مثلا ميد ماك، ازاي برسمه وازاي ببنيه. كل الكلام ده هتتعلمه معايا في ماده الايه الرسم الفني. الجزئيه الثانيه من الترم الثاني الرسم المعماري، اجيب لك اوضه صغيره او غرفه حارس او غرفه امن مثلا، او مثلا غرفه في حديقه، تمام، واعلمك ازاي ترسم المسقط الافقي او القطاع الافقي وتطلع منه القطاع الراسي وتستنتج منه الواجهه. كل الكلام ده حضرتك هنتعلمه مع بعض ان شاء الله في المحتوى الدراسي بتاعنا. تعال ننتقل بقى لجزئيه جديده، ازاي اذاكرها، اذاكر المادة بتاعتي ازاي. اول حاجة في شوية نصايح عشان تبدأ بيها الدراسة بتاعتك وتجتهد ان شاء الله. في شوية مجموعة نصايح هنتكلمها باللغة البسيطة كدهوت عشان توصلك بسهولة. في مجموعة النصايح ديت ان انت اول حاجة يا باشمهندس لازم تتبعها من بداية العام الدراسي، اول حاجة خليك منظم. يبقى انت حضرتك تبقى منظم، عارف مواعيد الايه مواعيد المذاكره بتاعتك من الساعه كام للساعه كام، بتحددها بوقت، عارف انت هتخرج للمدرسه، هتخرج من المدرسه هتروح بيتك هتعمل ايه بعد كده، بعد ما تريح انا عارف من الساعه مثلا 8 للساعه 9 او من الساعه 9 لغايه الساعه 10 انا اذاكر ماده كذا. يبقى انت منظم وقتك ومنظم ايه حياتك. تاني حاجه ما تفوتش درس، ما اقعدش اركن درس على درس واقول مثلا طب انا هذاكر الدرسين. لا يا باشمهندس، ممكن مثلا ممكن اغيب مثلا الاسبوع دوت في الماده بتاعت الرسم واحضر مثلا الاسبوع اللي بعده. يا باشمهندس حضرتك كده وقع منك الدرس، لان ممكن يكون الدرس ده محتاج مثلا ايه الاسبوعين او ثلاثه ورا بعض. طب انت لو غبت فيهم حصه وقع منك الدرس، لان الدرس بيبقى مسلسل ورا بعض على طول. ما ينفعش ان انا التزم في درس في حصه او اسبوع واغيب الاسبوع اللي بعده. يبقى كده حضرتك لو انا برسم مثلا مشروع معماري ولازم ارسم المسقط الافق او القطاع الافق مثلا لغرفه الحارس زي، تمام. طيب انا رسمت النهارده يا شباب المسقط الافق، هاجي مثلا الاسبوع اللي بعده لازم استنتج القطاع الراسي. طب ما لازم عشان استنتج القطاع الراسي او ارسم القطاع الراسي لازم يكون رسمت منه الايه الافقي، عشان اطلع من الافقي اطلع منه الايه اطلع منه الراسي. طب ازاي انت حضرتك هترسم وازاي اصلا الاسبوع اللي قبله كنت انت حضرتك غايب، يبقى همشي مع المدرس هيمشي مع مين؟ هيمشي مع الطالب اللي كان غايب ويعطل زمايله اللي كانوا حاضرين، تمام، ولا هيسيبك ويمشي مع الطلبة اللي هي كانت منتظمة. فلازم حضرتك ما تفوتش درس، لازم حضرتك تعرفه وتدرب ايدك وتشتغل وتبتزم. يبقى العنصر الثالث مع بعض، ما تقولش ما فيش وقت، اصلا انا ما عنديش وقت انا مش عارف. لا حضرتك انت ما نظمتش وقتك، ما التزمتش بالايه بالمواعيد اللي حضرتك عملتها لنفسك جدولك. تقول مثلا ان انا روحت مثلا البيت ما فيش وقت، لا طلع لي مش عارف زميلي، لا الكلام دوت انت الكلمه دي شيلها من القاموس بتاعك. تعال نشوف الاول العنصر الرابع، ذاكر اول باول، امسك الماده. النهارده انا خدت مثلا عربي، خدت رسم، خدت تكنولوجيا، يبقى انا ذاكرها اليوم بيومه. الحاجه اللي انا ما فهمهاش اسال فيها. وطالما حضرتك بتذاكر وعلى طول باستمرار اليوم بيومه ما بتاجلش، اعمل امتحانات لنفسك، اسال نفسك كده هوت وحل مثلا في ورقه مثلا خارجيه او في اجنده او مثلا في كشكول صغير كده، واعرضها مثلا على مدرسك. مدرسك لما يشوفك كده مجتهد هيقعد يسالك اسئله، الاسئله دي بتتكرر في الامتحانات،
هيهتم بيك، انت اللي بتخلي مدرسك يهتم بيك، لما يلاقيك اللي مكسل مش هيفكر ان هو يقعد مثلا يسألك، لان ما فيش حد هيدي لك الايه معلقة الدواء او التعليم غصب عنك، لازم ان يكون عندك استعداد وانت اللي تشجع مدرسك. تعال بعد وقت يا باشمهندس، العنصر الخامس ذاكر ساعة بتركيز، العنصر الخامس ذاكر ساعة بتركيز ولا تذاكر اليوم كله ودماغك في حتة تانية. يعني ايه الكلام ده؟ عندي ان انت حضرتك تذاكر ساعة ومركز فيها احسن ما انت قاعد طول اليوم كله، احسن ما وافضل من ان انت قاعد اليوم كله او قاعد 5 ساعات وما طلعتش بنتيجة. لا يا باشمهندس، انا هقعد اذاكر افصل دماغي عن اي حاجة تاني، وهقعد اذاكر المادة ديت في ساعة او ساعتين افضل ما انا قاعد مع زمايلي او قاعد مع نفسي وانا مش مركز، دماغي سرحانه مثلا في زمايلي، في المواقف اللي حصلت النهارده في المدرسه، كل الكلام ده. لا يا باشمهندس، حضرتك فصلت دماغك عن اي حاجه، ماسك الماده التعليميه بتاعتك، النهارده انا هذاكر وهدرب ايدي، او هقعد مثلا اشتغل في ماده الرسم، او هقعد اشتغل في ماده الرياضه، يبقى انا مركز في الماده اللي قدامي، ما يبقاش انا ابقى مثلا شغال في ماده ودماغي مثلا في مادة تانية. لا، افصل، خليك فاضي، خليك محدد دماغك وفكرك ومجهودك في المادة اللي حضرتك فاتحها. يبقى العنصر الخامس ذاكر ساعة بتركيز ولا تذاكر اليوم كله ودماغك في حتة تانية. العنصر السادس ابعد عن المحبطين، ابعد عن المحبطين. تيجي مثلا مع زمايلك كده او في وسط زمايلك وتيجي تقول له مثلا انا هروح اذاكر النهارده مثلا ماده التكنولوجيا او ماده الرسم، يجي زميلك مثلا يروح قايل لك ايه يا باشمهندس، انت هتقعد تذاكر ليه، واحنا يا عم خليها اليوم التاني، او مثلا احنا زمايلك مش عارف ايه، كل الكلام دوت. ما تخليش حد يحبطك ويقول لك مثلا انت يعني انت بعد العلام دوت او مثلا بعد ال3 سنين هتعمل. لا يا باشمهندس، ابعد عن الشخصيه اللي هي تهمدك او تحبطك او تخليك مش عارف قيمة نفسك. تمام، الشخص ده ما ينفعش ان هو يكون صاحب ليك، ابعده ودور على الصاحب اللي ينصحك ويقول ويشجعك على المذاكرة، يشجعك على الطريق الصح، يشجعك ان انت ما تخرجش مثلا تقعد بره في وقت الدراسة، او مثلا ما تهتمش بمذاكرتك. لا، يبقى ده مش صاحب، ده صاحب عشان مصلحته، عشان مثلا معرفة ان هو ان احنا نصرف مع بعضنا اي مثلا مصاريف معانا في جيبنا، يبقى صاحب ليه؟ صاحب مصلحة، ده مش صاحب ان انت يبقى سرك معاه. تمام، يبقى ده المحبط، الصاحب المحبط دوت لا، ابعده عن طريقك وابعده عن سكتك. تعال للعنصر او النقطة اللي انا يعني برشحك ليها وان انت تهتم بيها، اختار الصاحب الشاطر. نختار الصاحب الشاطر، ما جيش مثلا ادور ما ايه اللي احنا عندنا في الفصل مثلا بيبقى التلات ايه بيبقى في الغالب 3 عينات في دوت. الصاحب الشاطر بتلاقيه قاعد قدام ومهتم ان هو يقعد قدام، في اللي هو النص نص دوت بيبقى قاعد مثلا في الصف اللي بعديه، المدرس اللي لما برضه بيلاقي مثلا مشوش كدوت مدرسه بيهتم بيه يجيبه ويعرف يجيبه ويجيب دماغه. تمام، بيطلع قدام. اما الطالب اللي هو البليد اللي هو مثلا مش مهتم بمذاكرته او مش عارف مصلحته، عايز شهاده وخلاص، دبلوم وخلاص، بتلاقي قاعد في الركن ورا كدوت او قاعد في اخر الفصل، ده ابعد عنه، ما تهتمش بصداقته، ده مش عارف مصلحته. تمام، يبقى اختار الصاحب اللي هو يطلعني لفوق ما ينزلنيش لتحت، اللي هو يشجعني. تمام، ويبقى في تنافس شريف ما بيني وما بينه، انا عارف المعلومة دي وانت عارف المعلومة دي، بنكمل بعضينا. ده هو ده الصاحب الشاطر اللي حضرتك تهتم ان انت تصاحبه وتبقى مشاركه معاك في ال3 سنين وبتعينه بعض على المذاكرة. تعال العنصر الثامن، ظبط نومك وظبط مواعيد المذاكره، تبقى ما تبقاش الدنيا متلخبطه معاك، تبقى انت مثلا النهار بقى ليل والليل بقى نهار وتذاكر بالليل او مثلا تذاكر لا الدنيا بقى حسب ما يجي لك مثلا وقتك او فراغك. لا، ما ينفعش،
الوقت النوم للنوم، وقت المذاكره للمذاكره. ما ينفعش ان انا ايه وقت ما اكون فاضي تمام او اقوم مثلا وعايز انام، لا يا باشمهندس اروح مذاكر، لا يا باشمهندس وقت النوم هتنام فيه وتريح دماغك وتهدى اعصابك، وقت المذاكره هيكون دماغك صاحيه وفايقه تمام، تعرف تركز بايه، وزي ما قلنا ساعه بتركيز، ولا تقعد اليوم كله تجمع في معلومه وما تكتسبهاش. النقطه رقم 9، ما تتكبرش وما تبخلش على حد المعلومه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما حد يجي مثلا يسالك ما يعني يعني بالطريقه بتاعتنا كدوت، ما تتلقمش عليه وتقول له ما عنديش علم بيها او مثلا ما اعرفهاش عشان تبقى انت شاطر اشطر منه، لا يا باشمهندس. او تتعالى على حد بالمعلومه وتقول له ايه ده انت مش عارف ديت، لا ده المعلومه ديت هايفه يا عم اسالني في حاجه مثلا افيد، لا يا باشمهندس ما تتكبرش على حد. قول مثلا اه ده السؤال دوت ده انا قعدت مثلا اجتهدت فيه، قعدت ادور مثلا، حسسه ان انت ايه مش متعالى عليه في المعلومه. وما تبخلش على حد بمعلومه، انصحه وعرفه المعلومه ديت خطواتها 1 2 3، ربنا هيجازيك على خير. تعالى بعد جواد اخر نقطه، او اخر نقطه في ال10 وصايا اللي انا بقول لك عليها تهتم بيها، ذاكر بالورقه والقلم ودايما اختبر نفسك. زي ما قلنا المذاكره افضل بالورقه والقلم، ان حضرتك بعد ما انا خلصت مثلا الشرح بتاعي تمام، بعد ما بتخلص بتروح كاتب راس السؤال، او السؤال اللي انا شرحته بتروح كاتب راس السؤال في ورقه خارجيه، وبتروح مخبي الاجابه وبتمشي الخطوات بتاعتك بالورقه والقلم يا باشمهندس، بتشوف الخطوات اللي انت خلصتها اللي انت اكتستها يا باشمهندس وعديتها، هل الخطوات دي صح باللي احنا شرحناه ولا في اي حاجه غلط؟ لو هي صح يبقى انت كده حضرتك تمام التست الايه السؤال دوت، او عديت السؤال ده، نشوف السؤال اللي بعده وهكذا. او ممكن بنفس السؤال اللي انا اديته لك ممكن تغير الارقام وتروح معدل الارقام ديت وتمشي نفس الخطوات، هتلاقي نفس الخطوات بتاعتك هي هي، يبقى انت كده ايه تمام وذكرتها بالورقه والقلم عمرك ما هتنساها. اما المذاكره ان انت مثلا فاتح الكتاب وقعد تبص في صفح كده وقعد تبص في صور، عمرك ما هتركز، هتيجي تلاقي نفسك من قبل الامتحانات الدنيا داخله على بعضيها، حاسس ان انا مش مجمع اي معلومه، لا يا باشمهندس عشان حضرتك اخطات من بدايه السنه وما ذاكرتش بالورقه والقلم، لا بخلي يا ريت ونهتم قوي 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 بالمذاكره بالورقه والايه والقلم. دي اهم 10 وصايا او 10 نقط لازم تهتم بيهم قبل ساعة ما تيجي تفكر ان انت تذاكر تمام. واوصيك ان انت تهتم بال10 نقط ديت، مهمين جدا في حياتنا. تعال ننتقل لعنصر جديد، كيفية استخدام الادوات اللي ايه ادوات الرسم. زي ما اتكلمت معاك وقلت لك في عندنا ادوات رسم كتير، زي ايه؟ زي القلم والرصاص. القلم والرصاص مش محتاج ان احنا نقعد نتكلم واقعد اكتب لك مثلا، لا حضرتك استخدمت القلم والرصاص دوت، في طلبه بتستخدم القلم الرصاص اللي هو الخشب بتستريح في استخدامه، في طلبه بتحب تستخدم القلم الرصاص اللي هو الميكانيكي اللي هو السنون تمام، يقول لك لا ده افضل، في منه النص القلم السنون 5 مللي، وفي عند 7 مللي، وفي 9 مللي، كل واحد ليه استخداماته تمام. ما جيبش مثلا في خطوط مثلا مختفيه او مش واضحه او مش ظاهره واستخدم اللي هو 9 مللي، وهنتكلم على الايه الخطوط ديت لما يجي وقتها. في عندي بقره اللزق مش محتاج ان انا اوصفها، عندي الاستيكه او الممحاه تمام مش محتاج ان احنا نقعد نتكلم عنها، لازما في الادوات الرسم تستخدم الادوات اللي هي نظيفه كفاءتها عاليه. ما اجيش امسح في اللوحه بتاعتي وابص دوت يا باشمهندس والاقي الاستيكه هي اللي بتسود لي او بتوثق لي اللوح، لا يبقى حضرتك مش مستخدم اللي الممحاه او الاستيكه اللي هي من جوده عاليه تمام، او استيكه وانا بمسح تروح مسحالي او تروح مقطع لي مثلا لوحه الرسم، لا يا باشمهندس حضرتك بتستخدم حاجه نظيفه تمام. عندي بقره السلوتيب معروفه يا باشمهندس، بقره السلوتيب او بقره اللزق اللي حضرتك بتثبت بيها ورقه الرسم، ورقه الرسم على لوحه الرسم اللي هي الخشبيه، كل الكلام دوت احنا عارفينه. تعال بقى ننتقل للحاجات الجديده اللي احنا ما نعرفهاش واول مره نحتك بها السنه دي في العام الدراسي بتاعنا في التعليم السنوي والصناعي.
او في التخصص بتاعنا تخصص البناء، اول حاجه احنا بنتكلم عليها ورق الرسم. ورق الرسم دوت يا شباب في عندنا اللي هو بتروح المكتبه بتقول له انا عايز فرخ الرسم اللي هو الايه اللي وشه ابيض من الناحيتين، وشه ابيض من الناحيتين، بيدي لك فرخ الرسم اللي هو بيبقى طوله حوالي متر في عرض 70 سنتي. بتمسك الفرخ دوت بتطبقه نصين تمام، وبتروح قسمه بيه عشان ما يشرشر او يعمل حروف معاك يا باشمهندس، بتروح جايب اللي هو بكره الخيط ديت وبتروح قاصص الفرخ الرسم دوت نصين ببكره الايه؟ الخيط تمام؟ بعد دلوقتي يا باشمهندس ايه المواصفات اللي انت من المفروض لما تروح تشتري ورقه الرسم، ورقه الرسم اللي هو فرخ الرسم اللي انت هتشتغل عليه، ايه المواصفات اللي انت لازم تبقى انت عارفها؟ يبقى هنتكلم على المواصفات التي يجب مراعاتها عند اختيار ورق الرسم. اول حاجه لا يتمزق عند الرسم عليه باقلام الرصاص الحاده ولا عند المحو. يبقى انا لما اجيب ورقه الرسم او فرخ الرسم بتاعي اللي انا هشتغل عليه وانا برسم بالقلم الرصاص ما يبقاش الخامه بتاعته ضعيفه تمام، او مجرد ان انا ادوس عليه بالقلم الرصاص الاقي ورق الفرخ الرسم ده او ورقه الرسم ديت بتتقطع يا باشمهندس، او لو انا رسمت خط مثلا رسمته 5 سم وانا عايزه 3 سم لقيت وانا بمسح الزياده بالاستيكه لقيت الفرخ اتقطع. لا يا باشمهندس، يبقى اول حاجه في المواصفات التي يجب مراعاتها عند اختيار ورق الرسم انه لا يتمزق ما يتقطعش عند استخدام القلم الرصاص او الايه او المحو بالاستيكه. رقم 2 لا يتغير لونه مع مرور الزمن. ما جيش في مثلا انا اشتريته النهارده فرخ ابيض ومع الزمن مثلا او في اخر السنه اجي اروح مطلع اللوح ديت عشان اراجع ابص الفرخ الابيض دوت لونه كان ابيض لقيته بدا يصفر ويصفر كده هوت او بدا لونه يتغير. لا يا باشمهندس، انا عايز اللون ورقه الرسم اللي لونها ما يتغيرش مع مرور الزمن. طيب من المواصفات التي يجب مراعاتها عند اختيار ورق الرسم ان هو العنصر الثالث لا يمتص الرطوبة حتى لا تتأثر الرسومات. يعني ايه الكلام ده؟ حضرتك مثلا جيت النهاردة ورحت ايه رسمت الرسمة بتاعتك ماشي وفارد اللوحة ومثبتها بالطريقة اللي احنا هنتكلم عليها، بعد دلوقتي يا باشمهندس هتروح عامل ايه؟ طب انا خلصت مثلا جزء النهارده او خلصت كل القطاع الافق النهارده رسمته تمام والدنيا تمام التمام ورايه، حاولت مثلا قلت ايه اسيب اللوحه واكمل مثلا بكره، وانت مثبتها كده هو وسبتها او غطيتها مثلا بفوطه مثلا فوطه صفراء كده عشان ما يجيش عليها اتربه او ما يجيش عليها اي حاجه مثلا تمام، بتروح جايه تروح عامل ايه يا باشمهندس؟ تيجي تاني يوم تروح باصص كده تروح حاطط المسار الحرفي دي وتبص على الخطوط اللي انت مشيتها بالمسار الحرفي دي وهي نفس التثبيته، هتلاقي مثلا الخطوط مختلفه مش ماشيه مع المسطره. يعني انت خط افقي عملته بالمسار الحرفي تي تمام، بصيت دوت عليه تاني يوم تمام لقيت الخط مش ماشي مع ايه مع ايه مع مع حرف المسطره. ايه اللي حصل؟ الخامه بتاعت الورقه اتاثرت بالعوامل الجويه اللي حواليا بالرطوبه تمام، حصل لها عمليه تمدد وانكماش. اللي هتعمل ايه يا باشمهندس؟ هتضطر ان انت تفك اللوحه من اول وجديد وتعدل الخطوط مع عده المسطره وتروح مثبتها تاني. يبقى انت يا باشمهندس من ضمن العوامل اللي انت بتختارها في اللوحه بتاعتك المواصفات ان هي ما تتاثرش بالايه؟ بالرطوبه. طب ايه تاني من ضمن المواصفات ديت يا باشمهندس؟ ان هو ما يكونش بيشرب حبر. يعني انت مثلا رسمت رسمه بالرصاص وخدت موافقه عليها من مدرسك تمام، وقال لك الرسمه بتاعتك تمام التمام، ممكن نحبرها ديت وانت شغال وانا دايس بالقلم الاقي مثلا القلم فرش نقطه الحبر ديت، او مطرح ما بتدوس بالقلم لقيت اول تكك دوت لقيته ان هو عمل نقطه وفرش ديت، يعني الورق بتاعي بيشرب الحبر. لا يا باشمهندس، من المفروض ان انا اجيب الخامه اللي هي ما تشربش او ما تتاثرش بالحبر. يبقى الخط هو الخط، ما الاقيش الخط ايه بقى مثلا التخانه بتاعته بقلم مثلا 2 مللي او 1 مللي مثلا، الاقي مثلا اللي الفرخ عندك دوت بقى الخط تخنته فرشت بالحبر بتاع امتص الحبر بقى تخنت الخط بقت 2 و3 مللي. لا يا باشمهندس، ما ينفعش الايه النقطه دي. طيب
يبقى مقاوم للتشرب عند الرسم عليه بالايه؟ بالحبر، ان هو يقاوم ان هو ما يشربش الايه؟ الحبر اللي انا هشتغل بيه. يقاوم التكسير عند ايه؟ عند طي اللوحه، لما اجي اخلص الشغل بتاعي اروح لافف اللوحه بتاعتي دهوت واروح حاططها جوه الرول بتاعي، تمام؟ اجي افرد اللوحه بعد جوه ما الاقيهاش متكسره. يبقى دي المواصفات اللي يجب مراعاتها عند اختيار ورق الرسم. ورق الايه؟ خلي بالك ان انا بقول ورق الرسم، ما بقولش لوحه الرسم. لوحه الرسم ديت يا شباب اللي هي اللوحه الخشبيه اللي انت بترسم عليها، اللوحه الخشب اللي انت بترسم عليها سواء في المدرسه او انت عامل لوحه رسم مثلا عندك في البيت، لوحه الرسم دي بنسميها لوحه الرسم، لوحه خشبيه، تمام؟ اما لما اقول لوحه الرسم الورقيه او ورق الرسم، يبقى دي اللوحه الورق اللي انت حضرتك مشتريها وجبتها طولها متر، طولها متر في عرض، الطول ده بتاعها متر في عرض ايه؟ 70. طب هو انا هرسم على اللوحه متر؟ لا يا باشمهندس، انا بروح جاي على اللوحه ديت اروح جايب الحرف على الحرف واروح ظابط الحرف على الحرف واروح ماسك اللوحه ديت واروح قاسمها ايه؟ اروح مطبقها من النص كده واروح جايب بقره الخيط واروح حاططها بين ايه؟ اروح فاردها كده في النص واروح ماسك الطرف ده، اروح حد مثلا قصادي يروح ماسك الطرف ده مثبته واروح ماسك الطرف الخيط الثاني من الناحيه الثانيه واروح شاد الطرف الخيط دوت يقطع لي اللوحه ديت ما تشرشرش معايا او ما تعملش حروف معايا وتبقى مقطوعه مظبوطه تمام. يبقى الحرف اللي تحت زي الحرف اللي فوق، بس خلي بالك الحرف اللي انت بتقطع من عنده ده بيبقى من تحت، اما الحرف السليم بتاع اللوحه اللي انا بخليه من فوق اللي هو بدايه اللوحه اللي انا بثبت عليه الايه؟ اللوحه مع المسطره الحرف تي. ده بالنسبه لورق الايه؟ الرسم. تعال نشوف حاجه تاني من الادوات اللي انا بستخدمها، الادوات الجديده. ايه هي من ضمن الادوات ديت؟ في عندي المسطره الحرف تي، المسطره الحرف تي. في عندنا اشكال وخامات للمسطره الحرف تي. نتكلم عنها الاول كده ببساطه. في عندي ثلاث خامات للمسطره الحرف تي، في عندي الخامه الخشب، في عندي الخامه مصنوعه من الالومنيوم، في عندي من اللدان اللي احنا بنسميها المسطره الباغ، تمام؟ انا ما افرحش ان انا مثلا جايب الومنيوم بقول مثلا ان هي متينه وتستحمل وبيبقى حرفها مدرج والحرف بتاعها مثلا ما بيتمسحش ومتانه وهتعيش معايا الثلاث سنين. لا، الالومنيوم ديت يا باشمهندس لما باجي اتحرك بيها على اللوحه الالومنيوم بتاعها ممكن تسود لي اللوحه، او القلم الرصاص وانا شغال الهبو بتاع القلم الرصاص تمام مع المسطره حك في اللوحه تمام سود لي اللوحه. فبنستبعد المسطره اللي هي الايه؟ اللي هي الالومنيوم. طيب في عندي المسطره اللي هي الخشب، المسطره الخشب ديت يا باشمهندس لما حضرتك بتروح تجيبها الراجل طبعا انت فرحان ان انا بقى هشتري مثلا مسطره حرف تي وابقى مهندس، ايوه، بس انت ما تاخدهاش وتفرح كده ودي وتيجي تشتغل عليها تلاقيها معذباك. انت بتبص على المسطره الحرف تي وبتلمحها عند الراجل تمام وبتخليها على ايه؟ على يعني مستوى افق واحد تمام، بتلمح ما بيبقاش فيها اللوحه او مثلا المسطره بتاعتي متعرجه يعني فيها تقويصه، لما اجي اروح حاططها دوت الاقي مثلا المثلث داخل تحت الايه؟ تحت المسطره. لا يا باشمهندس، لازم تبقى افقيه تمام التمام، حرفها مظبوط تمام، ما يبقاش فيه اي تعرجات عشان لما اريح عليها المثلث تبقى ايه؟ مظبوطه، ما بقاش حرف المثلث مثلا داخل ايه؟ من ناحيه ومظبوط من ناحيه. لا يا باشمهندس، في عندي افضلهم وحسب امكانياتك ممكن ايه؟ ممكن اخد اللي هي المسطره الباغ بتاعتي. المسطره الباغ ديت او المسطره عامه بتتكون من جزئين، الجزء الطويل اللي هو بنسميه الجزء العامل او الطرف العامل اللي هو بيبقى مدرج ودوت اللي هو عليه الشغل تمام، باجي اللي هو الجزء الصغير، الجزء الصغير ده بسميه راس المسطره. راس المسطره ديت يا شباب لازم تبقى ملاصقه تمام التمام للوحه، يعني مثلا عندي اللوحه الخشبيه اهي لازم اللي هي راس المسطره لازم تبقى مظبوطه ومقفله على اللوحه اللي لوحه الرسم، ما تبقاش مثلا من هو ايه منوره من كده او مقوصه من تحت او من فوق. لا يا باشمهندس، تبقى مظبوطه راسيه عامله لزاويه قايمه 90. ده بالنسبه للايه؟ المسطره. عندي المسطره يا باشمهندس طريق الطرفين بيثبتوا ازاي؟ المسطره الخشب بتثبت الطرفين مع بعض بمسامير،
اللي هي المسامير البورما، تمام. طيب الالومنيوم، المسطره الالومنيوم، الاثنين بيثبتوا مع بعض بالبرشاه، اللي هو مثلا قطع من الالومنيوم كدهوت وبيدق عليها من فوق، يدق عليها من تحت، بقت متبرشمه خلاص، دي بتبقى ثابته. في عند النوع الثالث اللي هو المسطره الباغ، بتبقى الراس بتبقى مفكوكه حره عن الايه؟ عن اللي هو السلاح الطويل، اللي هو الجزء العامل اللي احنا بنسند عليه الشغل بتاعه، الجزء اللي هو المدرج للسنتي والايه؟ والملي. الاتنين دولت بيتركبوا مع بعض وحضرتك تفكهم تحطهم في الجراب وتشيلهم. ده بالنسبه للايه؟ للمسطره. تعال نشوف الكلام اللي احنا قلناه. اول حاجه يا باشمهندس، تصنع المساطر حرف تي من الخشب او اللدائن او الالومنيوم. يبقى بتصنع من ايه؟ من ثلاث حاجات، الخشب او اللدائن او الايه؟ الالومنيوم. ولا ينصح باستخدام مساطر الالومنيوم لاثرها السيء على ورق الرسم. المسطرة حرف تي تتكون من جزئين أساسيين، وهما جسم المسطرة الطويل نسبيا، ويحتوي على الطرف العامل. جزء المسطرة الطويل دوت في منها 80 سنتي، وفي منها اللي هو الايه؟ المتر، وفي منها المتر وعشرين. يعني الأطوال بتاعت المسطرة، تمام، 80 سنتي أو متر أو متر وإيه، أقصى حاجة ليها إيه؟ متر وعشرين تقريبا. ويحتوي على الطرف العامل الذي يعتبر من اهم عناصر الايه؟ المسطره. الطرف الثاني اللي هو بنسميه راس المسطره، وهو متعامد على جسم المسطره الطولي بدقه. تعال نشوف كده. يثبت الراس مع المسطره بواسطه مسامير الوز بالنسبه للمساطر الايه؟ الخشبيه. يبقى الطرفين بيثبتوا مع بعض بمسامير ايه؟ الاوز، او بمسامير برشام بالنسبه للمساطر الايه؟ الالومنيوم، او تكون حره ويقوم الطالب بتركيبها عند الاستخدام وفكها عند عدم الايه؟ الاستخدام. شايف المسطره عندي كده بالمنظر ده كده يا باشمهندس؟ الطرف الطويل ده اللي احنا بنسميه الطرف العامل، وجاي وعامل لك فيها ثقب من الطرف عشان تتعلق مثلا، تبقى حضرتك مثلا عامل ايه؟ زي مسمار كده او شماعه صغننه ليها، وتروح معلقه عشان ما تقوص، او تبقى بعيد عشان ما تتكسرش. وادي الطرف الاسمر ده بنسميه ليه؟ راس المسطره. الاثنين بيخشوا مع بعضيها كده زي معمول لها مجره كده، الاثنين بيخشوا ببعضيهم، تمام. ده بالنسبه للايه؟ شكل المسطره الحرفتيه. طبعا يا باشمهندسين بنصحك ان انت قبل ما بتيجي ترسم المسطره الحرفتيه بتاعتك اللي هي الباغ او طقم المثلثات او المسطره اللي انت هتقيس بيها، لازم حضرتك تروح غسلها بالميه والصابون في الاول عشان ما يبقاش فيها مثلا وساخه، مثلا اي ماده ما تساعد ان اللوحه بتاعتي تتوسخ بسرعه. من قبل ما ترسم حضرتك حطيت اللوحه كده المسطره، ثبتت اللوحه بتاعتك وحطيت المسطره ومشيتها مره اتنين، لقيت اللوحه اتوسخت، طب انا ايدي نظيفه وتمام؟ لا يا باشمهندس، انت حضرتك اللوحه المسطره ديت ممكن تكون لقطه تراب، او ممكن تكون لقطه اللي هو الوبره بتاعت القلم الرصاص بتاعتي، تمام، او ممكن تكون مثلا متوسخه، تمام. حضرتك بتروح غسلهم وبتروح منشفهم تمام التمام، وغسل ايدك ومعاك الفوطه، وتروح بادئ الشغل بتاعك عليه، وتلاقي اللوحه بتاعتك نظيفه ما توسختش، لان نظفت اللوحه ديت عليها درجه. تعال نكمل بعد كده. الشروط التي يجب توفرها في المسطره الحرفتيه، حضرتك لما تكون جاي بقى رايح عند الراجل بتاع المكتبه هتشتري منه المسطره الحرفتيه، او الشروط اللي انت هتستخدمها يجب ان حضرتك تكون مستخدمها في المسطره الحرفتيه. وممكن يجي لي سؤال، ايه هي الشروط التي يجب توفرها في المسطره الحرفتيه؟ اول حاجه، يجب ان يكون الطرف العامل بالمسطره مستقيما، ليعطي عند الرسم خطوطا مستقيمه. طرف المسطره ديت انت حضرتك قاعد تقول لنا ان هي لازم أن تكون مستقيمه، اه لازم أن تكون مستقيمه. ليه يا باشمهندس؟ لان المسطره ديت ليها استخدامين، مش هنقول استخدام واحد. اول استخدام ان انا بستخدمها في الخطوط الافقيه فقط. المسطره الحرفتيه ان انا اشد خط افقي، ما ينفعش اشد بها خط راسي.
الخط الرأسي دوت، يبقى انت كده غلط وانت ما تعلمتش حاجة. المسارة الحرف دي تستخدم في شد الخطوط الأفقية او عمل الخطوط الأفقية. ارسم خط أفقي بطول مثلا ايه 50 سم، او بطول مثلا 30 سم، او 70 سم، يبقى دي استخدامها الأساسي. الاستخدام التاني ان انا اسند عليها المثلث بتاعي واروح شادد خط رأسي، لازم دي تبقى أفقية تمام من تمام وملاصقة للوحة. ادي اللوحة بتاعتي، اروح شادد، اروح مخلي راس المسطره ديت ملاصقه تمام التمام للايه للوحه، واروح شادد المسطره بتاعتي، واروح ماكد عليها بايدي الشمال تمام، واروح ماسك القلم بايدي الايه اليمين، واروح شادد الخط الافقي بتاعي تمام. يبقى المسطره بتستخدم في الايه في الخطوط الافقيه، ولما احط عليها مثلث احط عليها مثلث عشان تشد الخطوط الراسيه. يبقى الخطوط الراسيه بتتعمل بايه؟ بالمثلثات، مع ان انا اسند المثلث على مين؟ على المسطره الحرف تي. يبقى يجب ان يكون الطرف العامل بالمسطره مستقيما، لازم أن يبقى مستقيم ليعطي عند الرسم خطوطا مستقيمه، كما يمكن استخدامه كخط اسناد للمثلثات، ده اللي احنا اتكلمنا عليه. طب وحضرتك لو انت استخدمت مثلا، لو رحت عند راجل واشتريت مثلا مسطره اللي هي المسطره الخشب، تيجي تبص جاي القطعتين بيبقوا مثبتين مع بعض زي ما اتفقنا في البدايه ان هم مثبتين بايه؟ بمسامير اللي هي المسامير الالووز تمام. اجي اروح باصص الطرفين كده، اروح مثبت طرف واروح باصص على الطرف الثاني كده، اروح ايه اروح معلي، اروح رافع الطرف ده لفوق او لتحت، الاقي مثلا بتتحرك معايا، لا يبقى المسطره دي مش مثبته كويس او مش متمسمره كويس تمام. يبقى ما ينفعش ديت يا باشمهندس، لازم الاثنين يبقوا ايه مثبتين تمام التمام بالايه بالمسامير. ما ينفعش ان هي تبقى ايه مترخرقه معايا او فيها ايه خلخله، يبقى اركن انا المسطره دي ما تنفعنيش. اجي اروح باصص على افقيه المسطره، لازم يبقى ايه ما تبقاش مقوصه معايا او لفه معايا، لا يا باشمهندس لازم عشان تديني خط ايه، ما ينفعش ان حرف المسطره دوت في تقويصه، لا يا باشمهندس. او مثلا ايه وانت ماسك المسطره وبتهزر مع زميلك ورحت كسرت مثلا حرف المسطره، لا يا خلاص المسطره باظ. لازم انت تحافظ على المسطره دي عشان حضرتك هتكمل بيها ان شاء الله ايه الثلاث سنين. تعال بعد كده اهو، يجب ان تكون اسطحها ناعمه ملساء، يجب ان تكون اسطحها ناعمه وملساء بحيث لا تكون مصدر للخدش، ان هي ما ايه ما تساعدش على الخدش، خدش اللوحه اللي هي ورقه الرسم، او تمزق لي الايه وانا مال وانا برفع المسطره بحركها لفوق او لتحت، تروح ممزقه لي لوحه الرسم اللي انا بشتغل عليه، او مثلا انا بتحرك وراحت ايه المسطره ديت راحت وقعت انزلقت راحت قطعت، لا يا باشمهندس ما تكونش سبب من اسباب ان الايه لوحه الرسم بتاعتي تتمزق تتقطع. تعالى بعد كده استعمالات المسطره الحرف تي، تستعمل المسطره حرف تي في رسم الخطوط ايه الافقيه. لو حضرتك استخدمتها رأسي يبقى انت حضرتك ما تعلمتش ما تأسستش صح، يبقى حضرتك كده هو اخطأت في استخدام المسطره الايه الحرف تي في رسم الخطوط الافقيه المستقيمه، كما تستعمل في سناده ادوات الرسم الاخرى مثل الايه المثلثات. ده بالنسبه لايه لاستخدامات المثلثات. بعض الملاحظات التي يجب الانتباه اليها عند استخدام المسطره الحرف تي، توضع المسطره على لوحه الرسم المثبت عليها ورقه الرسم. ايه ده كلام كده مش واضح؟ لا يا باشمهندس كلام واضح، توضع المسطره على لوحه الرسم، لوحه الرسم اللي هي اللوحه الايه الخشبيه المثبت عليها لوحه الرسم اللي هي ورقه الرسم، بحيث يلامس سطح رأسها العامل اللي هو السلاح الطويل للمسطرة. يلامس مين؟ لازم أن يكون ملامس الطرف الأيسر للوحة زي الرسمة دي اهو، ادي السطح العامل او الطرف العامل اللي هو السلاح بتاع المسطرة الطويل، لازم يبقى ملامس، لازم يبقى قافل على حرف الايه حرف اللوحة الخشبية اهو، ما يبقاش في فرق ما بين الاتنين يا باشمهندس. لو في فرق دوت يبقى الخطوط بتاعتي مش واضحه. طب تعالى بعد دوت للعنصر الثاني، يضغط على راس المسطره باليد اليسرى. حضرتك بقى ايه انت شغال مثلا بالايد اليمنى
صح كده؟ هترسم هتمسك القلم بتاعك بالايد اليمين، تمام؟ حضرتك بتروح مأمن على المسطره بالايد الشمال، وتبقى قافل على المسطره ديت، ما تبقاش في حاجه منوره ما بين اللوحه وحرف الايه؟ المسطره. طيب بعد وقت يا باشمهندس، لما اجي اشتغل بالقلم الرصاص بتاعي، سواء قلم مثلا خشب او قلم سنون، لازما اشد الخط من الناحيه الشمال للناحيه اليمين، الناحيه الشمال للناحيه الجهه الايه؟ اليمين، ويبقى الخط القلم بتاعي يبقى مايل بالزاويه دي يا باشمهندس، اللي هي تعتبر زاويه ايه؟ زاويه 30، تمام؟ ما يبقاش القلم بتاعي انا بستخدمه كده راسي، او مثلا مميله على بره كده، لا يا باشمهندس، القلم بتاعي بيبقى ايه؟ بزاويه ميل، وبيبقى الضي بتاعي يا باشمهندس ايه؟ ماشي مع الخط، ما يبقاش الظل بتاعي عكس اللي انا برسمه، تمام؟ بعد كده يا باشمهندس تعال نبص كده، يضغط على راس المسطره، بضغط عليها باليد اليسرى اهي، ايد الشمال اهي، مع انزلاقيه، سواء بحرك المسطره لفوق او لتحت بالايه؟ بالايد الشمال، وبستخدم القلم بتاعي، تمام؟ بايد الايه؟ اليمين. طب تعالى بعد كده يا باشمهندس لرسم الخطوط الافقيه، يمسك القلم باليد اليمنى ويبدا الرسم من الجهه اليسرى متجها نحو الجهه الايه؟ اليمنى، زي ما انت شايف كده قاعد ايه، ثبت اللوحه اهي، وهنقول لك طريقه تثبيتها ازاي، تمام؟ وادي القلم الرصاص اهو، تمام؟ وبكده النهارده احنا استخدمنا بس او عرفنا ازاي المواصفات اللي احنا بنستخدمها في لوحه الرسم، وتاني ايوه لوحه الرسم والمسطره الحرف تي، وإن شاء الله هنكمل مع بعض في الحلقات القادمة إن شاء الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.